تمتد الأردن من أفقر 3 دول في العالم، وتستهلك الزراعة كميات كبيرة من مياه الري، وتعد الزراعة المائية أحد الحلول المناسبة، حيث توفر على الأقل 70% من مياه الري، كما أنها تنتج منتجات عالية الجودة. وهو عبارة عن مشروع نقوم فيه بتصميم وتنفيذ نماذج للزراعة المائية تصلح للمشاريع الصغيرة ولزراعة أسطح المباني. عدة أوساط زراعية لزراعة المحاصيل، مثلا استخدمنا ألياف جوز الهند التي استخدمناها لزراعة نبات الفراولة والتف البركاني، واستخدمناه لزراعة عدة محاصيل كالبندورة والخيار والفلفل. يوجد لدينا هنا الأكياس المعلقة، هذه تصلح لزراعة أسطح المباني أو البلكونات، وتصلح لزراعة عدة محاصيل من الفراولة، النعنع والأعشاب الطبية الأخرى. قمنا بزراعة عدة محاصيل كالبندورة والخيار وبعض المحاصيل الورقية والخس والفراولة، طبعا كل جميعها محاصيل ذات عائد اقتصادي وذات مردود اقتصادي جيد، وهي ذات جودة عالية. هذا النظام من الزراعة المائية، زراعة المائية عميقة، من أبسط أنواع الزراعات في العالم. انظر هنا، هو عبارة عن حوض يوجد فيه المحلول المغذي بالإضافة إلى الماء، ويوضع النبات داخله، فقط يحتاج إلى عناية بسيطة، فقط يجب علينا أن نزرع الأشتال ونضعها في الماء والمحلول المغذي. وهذا النظام من أفضل الأنظمة التي قمنا بتطويرها، لأنه نظام زيرو باور سيستم، أي لا يحتاج إلى طاقة كهربائية. الاتحاد الأوروبي ومشروع SRTD 2 قام بتقديم الدعم اللازم لنا، وإن شاء الله في المستقبل سنستطيع تطوير شركة خاصة بنا لبناء هذه النماذج التي استطعنا بناءها من هذه المنحة.